بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، الشمس يسطع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب. الشمس يسطع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاءه عبر الزمان وجدتها لا تغرب. ما البدر في عليائه ما انجم زهرا، ما بدا نور من كوكبي، ما الشمس في كبد السماء ما نورها، ما نورها إلا شعاع دان من نور حضرة النبي. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حضرة النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حقا إذا ما ابتليت فكن صابرا، إذا ما ابتليت فكن صابرا بحكم الإله القوي المتين، وكن راضيا بقضاء الإله ترى الصلب بالصبر منك يلين، وأبشر بنصر وفوز مبين، فإن الإله مع الصابرين، فإن الإله مع الصابرين. فاصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فتذكر مصابك في الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حضرة النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، هيا بنا لنعطر المكان بآيات الرحمن. القرآن الكريم معجزة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. آيات الله البينان يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ اللامع المشهور المجيد الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر والقارئ والمقيم بمحافظة الدقهلية، يتفضل فضيلته منا مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا
فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة
ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل ومنها والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب لقوم يتفكرون.
وسخر لكم الليل والنهار. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إن في ذلك لآيات لقوم وما درأ لكم في الأرض مختلفا ألوان. إن في ذلك لآية لقوم وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا
أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم إن الله لغفور والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من شيئا وهم يخلقون والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون
لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبل قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاءون
قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة للذين أحسنوا في ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولنعم دار المتقين ولنعم دار المتقين دار المتقين جنات
جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ولنعم دار دار المتقين جنات عدن دار المتقين جنات عدن جنات عدن جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم كذلك يجزي الله المتقين كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين
يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. يا ناطقا في الناس بالقران اقبل لباب الحق في ازعاج، فالباب احمد من اتاه يمده رب العباد بوجهه النوران. وهكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام، قد فتح الله علينا دائما وابدا بالذي هو حي تلاوه قرانيه مباركه تلاح علينا سفير من سفراء القرآن الكريم بمصر العالم الإسلامي، والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم بمحافظة الطقهلية، فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، وبذلك عبر سير موجات إذاعاتنا الدولية والمتنقلة عبر المحافظات من تقر إذاعات جمهورية مصر العربية ومخازن الفراش الكبرى إدارة هادي أبو خليفة، والمقيم بعزبة أبو عمر بنية السباع مركز بنها بمحافظة القليوبية، كما يتقدم أسرة وعائلة أبو غزالة كبيرهم وصغيرهم بخالص الشكر لكل من حضر في واجب تادية العزاء. شكر الله مسعاكم جميعا.